بأنها لن تصرف منحة العيد المتفق عليها. تأسفنا كثيرا لأننا التزمنا معهم التزاما وكنا معهم مسؤولين، لكن للأسف أخلوا ذلك كعادتهم، أخلوا بكل العهود. في هذه أو في هذا الأسبوع كذلك حاولوا الالتفاف على العطلة السنوية ديالكم، بغاو يسرقوا لكم منها بعض الأيام، لأن هذه العطلة السنوية كان فيها الصيام ديال العيد، صيام العيد، فهم عطاوكم 18 يوم حسبوها لكم في العطلة السنوية. وقمنا بتقديم شكاية لا سواء في منحة العيد ولا سواء في العطلة السنوية إلى مفتشية الشغل التي طلبت منهم الحضور تحت إشراف طبعا سيد الباشا الحضور إلى حوار في شهر 9 بمعنى سبتمبر قبل العطلة السنوية، عفوا، وما حضروش، ما بقاوش يجيو، سدوا الباب ديال الحوار معنا.
بعد العطلة السنوية رصدناهم مجددا، رصدناهم فحضروا، إلا أن لغتهم كانت لغة الخشب، لغتهم كانت لغة سوداء، كانوا حول ما أمكن يسدوا باب الحوار رغم حضورهم على طاولة الحوار، وانتهى الحوار بلا شيء. بعدها نزلوا إلى المصنع واتخذوا مجموعة من الإجراءات لما تشاوروش فيها معنا طرفنا، وهو ما كتعيشوه دابا اليوم انتوما، ربما هذه واحد 10 ايام ولا 15 يوم بدات المحنة ديالكم الجديدة داخل المعمل، وبدا من جديد كما كان السب والقذف والممارسات الحاقة بالكرامة والضغوط وتوزيع إنذارات عشوائية وتوقيفات، توقيف عشرات العاملات كذلك، وممارسات أخرى تعسفية واستغلالية. إذا في هذه المرحلة رسلنا مفتي المندوبية الإقليمية للشغل كما رسلنا السلطات المحلية في شخص باشا المدينة ليتدخل وينصفكم أمام تجبر وطغيان هذه الفطرون المتوحشة، لكنهم اتخذوا من سياسة الأدم الصماء، اتخذوا منها ذريعة لكي يقوموا بطرد العمال وكل طبعا الممارسات اللي عزوها داخل المعمل. انتم عارفين تمن اي واحد شنو كتعيشوا الان، ما بقاش الامر واقف حد هذا الشيء، بل تعاد كذلك الى المساس بالاجور. السلطه ديال العنصر وقعت في هذا الشهر هذا، كاينه ولا لا؟ ربما كاين نظره لك دوله نصف الاجره. كذلك بداو كيطردوا في العاملات الجدد، وربما البارح طردوا 100 عامله جديده ودخلوا 100 ياك، والبارح طردوا 50 عامله جديده ودخلوا 100. كذلك البارح توصلنا بطرد عامله اشتغلت لمدة 13 سنة، اشتغلت لمدة 13 سنة في مصنع، شنو سميتها سي محمد؟ كتعرفوها؟ نعم، هذا بلا ما نهضروا على الكوارث اللي كان كيعيشها المعمل ديالكم من هذه الشحال فيما يخص الصحة والنظافة إلى غير ذلك. وعلى سبيل الذكر الصحة، فكاين وحده الان واحد العامله مسكينه طاحت في المعمل واصيبت بالشلل نصفي واصيبت بفتق في العمود الفقري، وهي الان طريحه في الفراش لا تقوى على الحركه، مدوها مسؤولوا فيها نوايا، ما لقيتش حتى باش تصرف على الادويه ديالها وتعمل الطبيب. هذه هي شركة الجوميز، هذه نموذج بسيط. أما الناس اللي ما كتعرفوش على الأدوية ديالها وخا كتعمر تكلوريات وهذه وكتراسلهم، لكن ما كيجيبولكش تعويضات على الأدوية ديالها، فهي حالات كثيرة جدا أمام هذا الوقت. صراحة كنت هادشي اختصار. كذلك زيادة الساعة في الأستاذ المتوبي، زيادة ديال الساعة اللي توفقوا لكم من البارح ربما. نعم. أصلا أنتم عبادة خدامين بالتوقيت ديالكم تطولوا، راه زايد لكم الساعة. وباغي يزيدوا ساعة أخرى. إذا الأمر تعدى. أقول لكم في الشركة أحسن.
يا سيدي السعيدة. الله يهنينا حسن موسى. إذا قلت أنا حكيت هذه عشناها معاكم بمرارة، عشنا هذا الوضع معاكم بمرارة وحكيت باختصار، لكن أمام هذا الوضع ما يمكنش نحن كمنظمة ديمقراطية الشر نبقاو ساكتين على هذا الوضع هذا. وقررنا أن نجعل من هذا الشهر، هذا الشهر هذا كله شهر وبدر، هذا الشهر هذا كله شهر وبدر، ما نفتيش وما نتفقوش معه. وبرنامجنا في الأسبوع الأول كالتالي: يوم الاثنين تجمع كبير في مقر المنظمة الديمقراطية للشعوب، يوم الثلاثاء غادي نعلقوا الأوراق ديال الخلاص ديالنا، غنعلقوهم في الصبورة النقابية ديالنا، العاملة كلهم غيعلقوا الأوراق ديالهم احتجاجا على الطريقة اللي طرات خلال هذا الشهر. يوم الأربعاء وقفة نضالية احتجاجا كذلك على هذا الوضع أمام مقر الشركة. يوم الخميس، يوم الخميس إطراد عن العمل لمدة 24 ساعة. يوم الجمعة احتجاج بالتصديق بالأراضي داخل المعمل لمدة 15 دقيقة. رحنا غادي نوصل في هذا الشهر هذا، والله ما نوصل إلا إذا رجعوكم كامل الحقوق ديالكم. واليوم المسألة لا تتعلق فقط بالنقاط المطلبية اللي كانت تطلعها، بل سترفع نقاط مطلبية أخرى تتعلق بالوضع الصحي والتأمين. إذا من اليوم نبداو التعبئة ديالنا، من اليوم نبداو التعبئة ديالنا للعاملات والعمال والخدمات. الأخوات والإخوة في قيادة المنظمة الديمقراطية لشركات الجوميز، أخوات والإخوة أحييهم وأحييهن تحية النضال والصمود على هذه المسيرة النضالية وعلى صمودهن وصمودكم جميعا من أجل تحقيق ما أشار إليه أخونا من تبكي وهو الكرامة، الكرامة الإنسانية وبالطبع الحقوق الإنسانية للمرأة العاملة المغربية. كذلك تحية نضال الصمود لإخواني وأخواتي من القطاعات النقابية الأخرى الحاضرة معنا اليوم هنا لدعمكم، دعمكن دعم نضال شركة خيل جوميز، نضال شركة منظمة ديمقراطية لشركة خيل جوميز. نشكرهم على الحضور معنا اليوم لأن النضال في المنظمة الديمقراطية للشغل هو نضال وحدوي تضامني. يحضر معنا التعليم والصحة والجماعات والتجار والحرفيين ومهنيي النقل والفلاحة وغيرهم من القطاعات، أينما كنا يكون التضامن بيننا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. أخواتي إخواني، إنه من دواعي الفخر والاعتزاز والنضال والمقاومة الاجتماعية أن ألتقي بكم وبكنا مرة أخرى
في هذا الفضاء الذمي، هذا الفضاء الذمي سينما أفينيدا الذي أصبح فضاء للنضال، النضال والمكاومة الاجتماعية التي تتجسد في نضال المرأة المغربية والتي أنتم تمثلونها اليوم في هذا الجمع المبارك. فتحية لكم على نضالكم وصمودكم من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة. نضال بامتياز للمرأة العاملة بمدينة عرائش والتي تتواجد بهذه الشركة التي طبعا سنقف عند تجاوزاتها الخطيرة جدا وكيف سنتعامل مع الموضوع من خلال المركز أي المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل. نلتقي اليوم جميعا في هذا الجمع المبارك والمغرب كيحتفل باليوم اليوم الوطني للمرأة المغربية اللي كيجي في 10 أكتوبر من كل سنة. هذا اليوم الوطني ديال المرأة المغربية جاء تلبية بطلب وبتوصية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل النهوض بحقوق المرأة المغربية من خلال مدونة أسرة، من خلال عدة أوراش. لماذا؟ من أجل الرفع طبعا من مكانة المرأة المغربية في الاقتصاد، في التجارة، في الفلاحة، في الصناعة التي طبعا تجسدونها اليوم أنتم في هذه المدينة. لذلك هذا اليوم الوطني للمرأة المغربية مناسبة للوقوف على ماذا؟ على ماذا تحقق من مطالبها ومن حقوقها في المساواة طبعا في كل المجالات، في الصحة، في التعليم، الأطفال ديالها، في الرضاعة، في الشغل، في الكرامة الإنسانية. هذا اليوم الوطني اللي طبع هذا الأسبوع واحد العدد ديال القطاعات والجمعيات ديال المجتمع المدني خاصة الجمعيات النسائية كيحتفلوا بهذا اليوم الوطني للمرأة المغربية دفاعا عن حقوقها. هذا اللقاء اليوم وبهذه المناسبة اخترنا أن نقف عند المرأة، ظروف المرأة العاملة في المغرب، ظروف المرأة الأجيرة في المغرب. وهذا السياق خلص غادي نسألوا شنو هي الظروف ديال المرأة المغربية اليوم، المرأة العاملة، واش الإعلان عندها حقوقها؟ واش الأجور ديالها تحترم؟ واش عندها حماية اجتماعية؟ واش الكرامة ديالها تصار داخل المعمل؟ أم هناك انتهاكات وانتهاكات وتجاوزات وخروقات خطيرة؟ وغادي ناخذوا طبعا أنا غادي نفرح غادي ناخذوا شركة خيل بوميس نموذجا لنقول أنه بالرغم من توفر بلادنا على دستور جديد سنة 2011 وكذلك توفر بلادنا على مدونة الشغل ومصادقة المغرب على مجموعة ديال الاتفاقيات ديال منظمة العمل الدولية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك العهد الدولي الخاص بحقوق الاقتصادية والاجتماعية. منين كنشوفوا هذا الشيء كامل؟ كاين الدستور الذي يحمي حقوق المرأة، كاين اليوم الوطني للمرأة اللي جا توصية جلالة الملك، كاين كذلك اتفاقيات اللي صادق عليها المغرب. نجد أنه هذه الشركة بالذات وهو مثال حي في انتهاكات صارخة وقوية وخطيرة لحقوق المرأة. ما غنهضرش عن الفلاحة لأنه كذلك في انتهاكات خطيرة، لكن في الشركة ظاهر كبير أن هناك استغلال كبير للمرأة المغربية ولليد العاملة المغربية من خلال المرأة الأجيرة بهذه الشركة. تجاوزات على مستوى الأجور
الحد الادنى للاجر لا يقترن، رغم انه كاين قانون اللي كيفرضوا هو مدونة الشغل انه على رب المعمل يحترم الحد الادنى للاجر، وهو كيبدا ب 1500 درهم هو الحد الادنى وكيرتفع كل سنه. هذه السنه بالضبط الحكومه المغربيه وعلى راسهم رئيس الحكومه سعد الدين العثماني باتفاق مع النقابات قرر ستكون زياده في الاجور 5% من شهر يونيوز ديال سنه 2019 وفي يونيوز 2020 كذلك زاد 5% بمعنى 10% خصها تزاد في الاجور ديال جميع العاملات والعمال في القطاع الخاص. لكن اللي كنسمع اليوم هو انه بدل هذا المدير العام ديال هذه الشركه الاسباني والنائب ديالو بدل ما يزيدوا في الاجور بناء على اتفاق ديال الحكومه المغربيه، ماشي غير كلام، اتفاق ديال الحكومه المغربيه مفروض عليه قانونا لا يزيد في الاجور، هو دابا كيتخلص من الاجور وكيفرق الاجور ديال العاملات. كذلك بالنسبه للترسيم واحد العدد ديال العاملات خصهم يتقسموا لانه اشتغلوا سنوات كثيره، خصهم يتقسموا داخل المعدن وتكون عندهم حمايه اجتماعيه ويتعودوا على الساعات الاضافيه. تبين انه واحد العدد لانه ما كاين حتى شي دوله ولا حتى شي مدينه في المغرب ان العامله خدامه في شركه خصها تخرج من 4 الصباح باش تمشي تخدم 8 السوايع، راه ما كاين حتى دوله. هذا استغلال، هذا احتقار لان الا خرجت مع 4 السوايع باش تمشي للعمل ديالها راه خصك تكتبوا هذوك السوايع اللي يضافوا ويتعودوا عليهم. لكن مع الكتاب الاساس هذه الشركه بالضبط رغم حسن النيه التي اداها رفاق كل وحواجبه مع هذه الشركه كانت رسميه على اساس انه يكون حوار واتفاق وتعالج المشاكل التي هي احسن ونحافظوا على استقرار الشغل وما نمسوش بالكرامه ديال العاملات والعمال. لكن ماذا وقع؟ الرئيس الاسباني رئيس الشركه الاسباني ونائبه المغربي مع كامل الاسف تراجعوا عن التزاماتهم، تخلفوا عن التزاماتهم. اللي خطير في الاشياء انه ما بقاو يشعروا لا بوقت الشغل لا في السلطات المحليه في مدينه العرائش، بمعنى انه كيتهداو كل شيء. هادو كيتعبوا كيتعبوا ان هذه الشركه دايره في الغابه ويدير فيها اللي بقى. وهذا كيجيب ليه المار بانه المغاربه هذا اسباني، انا دابا كنهضر مباشره مع المدير العام للشركه وغادي نوصلوها للخبر. المغاربه راه عندهم كرامتهم وغادي نتحداو وغادي نمشيو معاه. هذا المدير ديال هذه الشركه اللي كيجني الملاير، راه كيجني الملاير من 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 المنتوج ديال الشركه، لان المنتوج ديالو كله كيتصدر الخارج، بمعنى انه المداخل ديالو هو تعد بالملايير. وحنا المغاربه عطينو الارض، عطينو في ميدان الشركه، نقصنا ليه من الضرائب ومساعدينو، وفي الاخر هو جا باغي يستغل الان السواعد والكرامه ديال النساء المغربيات. واليوم نقول له بالحق اننا سنبدا معركه اخرى، خلي المعركة اللي هدرتو نسمع عليها ديال الإطار. نحن ابتداء من الاثنين سنراسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لنقول له نقول له أن المدير العام للشركة يقوم بممارسة خطيرة تمس حقوق العاملات الأجيرات في الشركة وحقوق الإنسان ويتجاوز كذلك القوانين والتشريعات الوطنية. سنراسل وزير التشغيل الجديد، وزير التشغيل
والتسهيل المهني كذلك سنرسله في موضوع ما يقع في هذه الشركه. اضافه الى هذا البارح صرنا واحد القرار في الفرنسيه غادي نمثل جميع النقابات في اسبانيا وغنقولوا لها ان هذا غنسموها بان هذا مدير الشركه الاسبانيه كنتوميكس يستغل النساء الاجيرات ويسرق حقوقهن واصولهن ليستغني على بالطبع على الدار ديالهم وعلى الصناعي ديالهم ومن عرق الجسد ديالهم باش يدير هو الملايير. لهذا حينما سنوجه الرسائل لهذا النقابات ونطلبوا من هنا المواد المصنعه هنا سترفضها اوروبا. لا غاديش لا غادي نطلبوا انه المواد ديالو المصنعه في المغرب اللي باغي تصدرها انها تمنع ما باقيش يقبلوها لانه كيستغل النساء كيستغل صناعي النساء. هذه طريقه معتمده عند نقابه في العالم انه الا كان شي رب العمل خاصه في الشركات الاجنبيه يستغل صناعي النساء على النقابات ان تتابع كل الشركات التي تبعث تحت منه السلعه ديالها. هذا جانب من الجوانب اللي غادي نعملوا فيها احنا في المنظمه الديمقراطيه في الشغل بالمساك مع الاخوان ديالنا في قيمه العرائش على مستوى المنظمه الديمقراطيه في الشغل، لكن لن نقف عند حدود ما وقع اليوم من استغلال بشر للنساء الاجيرات بشركه خيركوميس. لذلك اصابت في اخواننا ملي كنقولوا العاملات هذوما يبداو يخرجوا ربعة الصباح خص رئيس الحكومة المغربية وزير التشغيل يعرف هذا الشيء، لأن هذا كيعتبر راسو خدام في غادة ويدير في المغاربة كيفما. ولكن وكانوا مشهورين كان هذاك المغربي اللي خدام معاه فهو كيمارس نفس الممارسات تنقولوا ليه حنا معاك زمن طويل لأنه ما يجري في الشركة من خبايا. حنا كنعرفوا شنو يوقع في ديك الشركه وبكل على هذاك المغربي بلا ما نسميه سنتابعه في القضاء لانه يمارس اشياء خطيره جدا. لذلك اخواتي اخواني انا كنحييكم على هذا التضامن وعلى هذه الوحده وعلى التماسك فيما بيننا ومعكم كذلك. على اداره شركه خيركوميس للاغلبيه هنا هم عاملات بشركه خيركوميس. لكن يحضر معنا ايضا قطاعات اخرى منطويه تحت لواء نقابتنا المنظمه الديمقراطيه للشغل. تحيه عاليه تحيه عاليه لنساء ورجال التعليم مناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم الحاضرين معنا اليوم. تحية أيضا لعاملات وعمال شركة شمال المغرب للخضار. تحية أيضا للعمال الزراعيين المنضويين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل من جماعة ثوار سكوما. تحية أيضا لمناضلي المنظمة الديمقراطية لحراس الأمن الخاص في المؤسسات التعليمية. تحية أيضا لكل الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية ولرجال الإعلام الحاضرين معنا اليوم لينقلوا معاناتكم معاناة عاملات شركة خيركوميس. وقبل ذلك وذاك نقف جميعا احتراما وتقديرا للقيادة الوطنية. وقفوا جميع
للقيادة الوطنية للمنتمى الديمقراطية الشغل في شخص الكاتب الوطني للمنتمى الرفيق علي لطفي. الرفيق علي لطفي اللي تخلى على التزامات كثيرة باش يكون معنا اليوم. هو جاب الرباط باش يأكد على التضامن ديال كل مناضلات ومناضلي. حضر معنا كذلك الكاتبة الإقليمية المنتمى الديمقراطية للتعليم أستاذة نادية الغيلاني. والكلمة الآن